الانفجار كنا مفكرين انه ما نخيل انه خلص ماتت، ما حيكون فيها سهر ولا حيكون فيها حياة. بس من بعد الانفجار شفنا انه عن جد كان احنا كلبنانية انه ما في شيء بيأثر علينا، بدنا نروح نصر، بدنا نروح ننبسط. بعد الانفجار هلا صار شوي بلش حركة شوي، قبل ما كان في شيء بس هلا شوي شوي عم يعني بيتحسن. بس بعد بده يعني في ناس بعد مش رجعين على بيوتهم، بعد في شيء 70 شقة تحت الصيفي بعدهم ما تعمر، عم بيزبطوها إن شاء الله خير. احنا معودين على الحرب من ال 75 على 1975، نعرف انه في نازله بس في طالعه كمان. وهلا ان شاء الله قريبا يرجع يجلس الوضع ويصير في سلم اكثر وازدهار اكثر. مع مرور الوقت وبعد الانفجار لا المنطقه عم ترجع تقف، اوريدي ما نتخيل هي نبض بيروت يعني ما بتموت. والحلو انه من بعد انفجار بيروت بفتره قصيره يعني العالم رجعت تتاقلمت ورجعوا المحلات يشتغلوا، والحمد لله المحل هون كتر خير الله الاجر عليه يعني سوبر سوبر منيحه، اوريدي كواليتي العالم بتحكي. فلا المنطقه رجعت تشتغل ورجعت احسن من قبل، وبعد بتقوى اكثر واكثر. هلا اوريدي عم يفتحوا كذا محل يرجعوا بالمنطقه، سو مبدئيا اتس جود.